السلام عليكم. ضيفي فصل 3 مرات من وظيفتي، وعين كما صحح لي قبل قليل مدير قسم التعليم الابتدائي في وزارة التربية، وانتخب نقيبا للمعلمين لمرتين أو دورتين متتاليتين. هذه المحطات سنتوقف عندها بالحديث والشهادة مع الأستاذ نجيب محي الدين. مرحبا أستاذ. مرحبا وسهلا. 3 سنوات ليش انفصلت؟ 3 مرات ليش انفصلت؟ شنو القضية؟ هم قمع واستنداد شكوى؟ طبعا لأسباب سياسية. الأولى كانت في عام 1952. 52 خلال فترة الانتفاضة. انتفاضة الطلبة. ثورة الطلبة والشعب كان يعيدها وقتل المطالبة لأن تكون الانتخابات على درجة واحدة وليست على درجتين. يعني مرحلة واحدة. إيه. سابقا كانت الانتخابات درجتين، بمعنى أنه أول مرة الناس المواطنين تنتخب ما يسمى منتخبين ثانويين حسب سعة المحلة، لنفرض المحلة تنتخب حسب نفوسها 50 نفر، والخمسين ينتخبون والخمسين ينتخبون النائب اللي راح يصير عن منطقته. فكان طعن بأنه من قبل الناس عموما بأنه هذا يعطي مجال للسلطة لأن تضغط على المنتخبين الثانويين، على النخبة، على هاي النخبة بمنتخب مختلف أنواع الضغط، إغراء أو تهديد أو شيء من هذا القبيل، فحتى ينتخب الشخص اللي تختار الحكومة، فيجب أن يكون تصويت مباشر. وهذا حقهم الناس، يعني حقهم. وهذا يعني ما يجري في مختلف دول العالم. سبب انفصلت؟ لا، هي حقيقة اللي كانوا يطالبوه هم الطلاب. وانت كنت معاون مدير؟ أنا معاون المدير، كنت مدير معهد دار المعلمين في باخوبة. دار المعلمين الابتدائية في باخوبة، يعني تخرج معلمين للمدارس الابتدائية. فبدت في بغداد طبعا من طلاب الكليات، وبدت دور المعلمين والثانويات وفوصلت إلى باخوبة، كانت في باخوبة أيضا سوى وضرب عن الطلاب. فدار المعلمين فيها قسم داخلي، يعني منام، تحضير الثلاث وجبات، أكل، الحمام، كذا. فالطلاب صاروا ما يداومون بالدوام ويروحون، كانت مدرسة ملحقة بها مساحات زراعية كبيرة من جبلتها حدائق، وكان شهر تشرين ثاني شمس طيبة، فيروحون بالحديقة يقعدون وما يداومون. ضرب يضرب يومين ثلاثة. فالمدير قال لي، قال اطلع عليهم احشي وياهم قل لهم خلي يرجعون يداومون، انه قعدتهم بالشمس شو تسوي؟ فطلعت عليهم. فالأثناء سمعوا طلاب الثانوية بعيد عنهم بس يتقربون نحوهم ويتفون هتافات هم وطنية ومؤيدة للمظاهرات مال بغداد. فقلت لهم يعني زملائكم مضربين ويظهرون ويعلنون عن أشياء يطلبوها، فأنتوا قاعدين هنا بالشمس وقاطعين الدروس، روح الظهر شو تريدون؟ عندكم مطالب مطلبية يخص الدروس، مستواها، سلوك المعلمين ومعاملتهم لكم، أو المعيشة بالقسم الداخلي، احنا حاضرين. هم افتهموها أنه معنى ذلك اطلعوا انتوا ليش ما تظهرون؟ اشوف هم افتهموا على انت تتواصل رساله. لا بصراحه انا تفاجأت، يعني ما كان ببالك توصل ابدا. فاشوف طلعوا عفوا طلعوا،
فالأثناء وصلت المظاهرة عندئذ طبقة وياها ما لم كانت محاطة بجلود، فتبين الجلود مكلفين. كان بعدين حشالي الآمر مالهم الضابط أنه هم جوي تنفيذا لأمر جايهم من بغداد أنه تحيطون طلاب دار يعني دار معلمين ما تخليهم يطلعون، بس إذا أرادوا يطلعون ويتحدوكم لضربوهم. هاي بعدين حشالي فطلعوا الطلاب الجلود ما ترضى ما ترضاهم طبقوا ويا طلاب الثانوي ونزلوا ذبوها براسك ها للمدينة وراح. أنا وياي هذا كان الصبح ما حد حش وياي ولا قال لي ولا. صار نص الليل دقوا الباب على الشرطة قالوا مدير الشرطة يريدك عنده سؤال. فالسؤال بسيط فد شوية ونرجع. هاي دائما الشرطة خمس دقائق عشر دقائق وترجع تبقى عشر سنين. السيارة مال الشرطة وثلاث أربع شرطة وياهم مدينين ورسمين لابسين ورأسا دخلوني على مدير الشرطة سريع قال أوامر مشددة أنه بالقضاء على أي حركة يقومون بها الطلاب. فاليوم موقفك ويا طلاب كان تحريضي. تحريضي تحريضي وإحنا نريد أنت من أهل المدينة تعرف الطلاب كذلك تعرف حتى طلاب الثانوية لأن أنت ابن المدينة وانت درست بيها فتعرف من هذا. فريدك تتعاون ويانا تتعاون ويكم شو أسوي لكم. قال تقول لدى من الطلاب المحرضين قلت تريد الحقيقة قال إيه قلت الحقيقة كما هي ما أعرف ولا واحد هاي الحقيقة شون يصير له هذا دليل على اشتراكك يعني إيه قلت ما دليل أنت قلت قول الحقيقة فدا أقول لك الحقيقة لا أعرف ولا طالب. حالة دق الجرس جاء مامور المركز قال خلي يقعد بغرفتك ينتظر بالنظارة 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 غرفة مفوض مامور المركز بلنت يقعد ورا ربع ساعة شفت جابوا المدير مدير الدار هذا كرأسا لا ودول مدير الشرطة ولا رأساً جابوا يامي ما يفتهم شنو القضية. فحكيت له أنا عداني قصي بدأوا عاد يجيبون طلاب معلمين جابوا مدير مدرسة ابتدائية ومعلم وطلاب جابوا عدد الطلاب كان 72 واحد المعتقلين؟ اي جابوا لنا ياهم كلهم قسم لابسين بيجامات ودشاديش ورا نص الليل حوالي صار الساعة بالثلاثة تقريبا بعدين ورا ساعة يمكن الساعة بالأربعة قبل خمسة قالوا يلا تفضلوا. وين تفضل؟ تفضلوا سيارات جابونا قالوا انتم موقوفين جابونا عاد البغداد. ها البغداد البغداد العشر دقائق ايش صارت كم يوم؟ 38 يوم. ها زين كلش اكو معتقل احنا افتتحنا بالرستمية غرف قديمة كانت الكلية العسكرية أيام زمان بالرستمية هو الأساس مقرها الأساس هنا كانت بالرستمية. فبقينا بالرستمية تسؤال لجواب بس سمحوا لأهلنا كل أسبوعين يجيبون أكل وزيارة وراء يمكن حوالي شهر جاء حاكم يحقق وياي إفادتك هاي الإفادة وأخذ إفادة المدير الطلاب كذا كلها يعني كما كان يخص التركيز على دوري
فكلهم أكدوا له. كانوا يعرفون انتماءك السياسي؟ ها؟ آه. يعرفون اتجاهك السياسي كانوا؟ إيه. يعرفون. كانوا يعرفون. يعني قبل مدة كان أكو معاون شرطة قبل السبي. ضابط شرطة. معاون نعم. مو المدير اللي أنزل بده. إيه. كانت هذا حكي 52 أخوة صغيرة وأخو بيها نادي موظفين كل موظفين المركز اللواء أعضابي تقريبا ونلتقي فمتعرف عليه يعني وكان خوش إنسان يعني مؤدب ومجامل نلتقي نسالم ونقعد سوى نوبات أذكر نلعب طاولية أو دومنا إيه. فدوم قال لي أستاذ نجيب أنا أحب فدوم تتفضل يا أبي تشرب شاي فرحت عليه فقال لي من هو أحد من المدرسين جماعتك يعني لك يعني علاقة شخصية غير طيبة يعني والله علاقاتي طيبة وما قال جانا إشعار من قبل يسموها التحقيقات الجنائية مو الأمن التحقيقات أنك أن وكيلهم في بعقوبة يعني هو هم ما يعرف بي وكيلهم في بعقوبة يقول عني فلان كاتب تقرير عني يقول عنده أفكار شيوعية ويتعاطف ويا الطلاب الشيوعيين وكذا فأني هو ده يقول فأني قدرت هذا لابد أن يكون أحد المعلمين اللي وياك لكي يكتب هيك تقرير بعدين شو اكتشفت؟ ها؟ شو اكتشفت بعدين؟ ما عرفت والله قلت والله ما يعني ما أكتب تقرير عليك أي كاتب تقرير عليك فيوصوهم أن يراقبون سلوكي وبعدين انفصلت بهذا السبب؟ يعني هذا اللي كان أنت سألتني هل كنت معروف عنهم؟ شقد انفصلت؟ شقد بقيت مفصول؟ في الحقيقة أنا فصلي أخذ شكل آخر وهو مدير المدرسة قال خلني استقيل أنت يا من الوظيفة لأن هذا يحفظ حقنا أنه باكر يعني في أي تغيير وزاري مرتقب احنا نقدم إعادة الوظيفة ما أكو أي دليل يثبت ضده فيمكن أن يرجعونه أي فقدمنا طلب الاستقالة من الوظيفة فصدر الأمرين هم قبول الاستقالة وهم الفصل لمدة سنة هذا أول فصل طيب حضرتك الفصل الثاني والثالث أيضا كان على سنة ثاني ساهم سنة إيه والثالث خمس سنوات من يصل إلى أي سنة ما محدد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الانفكاك وكنت موقوف هاي مال 63 هاي نرجع لها 63 بعدين نرجع لها بس أما الثاني هي شارب بدأ التمهيد لعقد حلف بغداد ما 56 56 فبدأوا بأساتذة الكليات من جملتهم طلعت الشيباني وعبد الله إسماعيل البستاني وآخرين يعني إبراهيم كبوة وجماعة آخرين جماعة قوميين يمكن وياهم عبد الرحمن البزاز عبد الرحمن ياهم يمكن أو المهم فالمجموعة المجموعة الثانية أنا كنت ضمن المجموعة الثانية وكنت مستحق ترفيع ومر شهر على استحقاق الترفيع وعلى أساس موعود أنا أن يسووني مدير عام أشوى بس هم أنا كنت مدرس بكلية الزراعة وقبل حوالي شهرين أو ثلاثة نقلت من كلية الزراعة إلى ملاك وزارة التربية قالوا ما عندنا
لكن كنت مصايرة بعد جامعة بغداد، كانت مدرسة كلية الزراعة مفتوحة جديد، بس أعرف العبيد مالها، ما عرفت طيبة يعني ويا. فلما فديوم جاء البراسل مال وزارة التربية المعارف، فزملائي بال وزارة التربية تالي ما عادها زال تعين لي، فعينوني مأمور مخزن مال مختبرات، فما احنا نقوم باستلام الأجهزة المختبرية وسائل الإضاءة اللي تستوردها وزارة التربية، ونقوم بتوزيعها على المدارس من الشمال للجنوب، تعالوا خذ ميكروسكوب وخذ هاي المجسم هاي تشريح العين يعني من هاي الصور الوسائل اللي فجاب لي اياها، ولا مفصول لمدة سنة بناء على مقتضيات المصلحة المصلحة العامة، دائما المصلحة العامة هي تفصل. صرت نقيب وما رجعوني، وأنا متعمد هبينه متعمد، خلصت السنة قدمت طلب لإعادة تعييني نظرا لانتهاء المدة وبجاوبوني، فضميت الاستلام مع عريضتي موجود عندي إلى الآن إلى الآن، فظليت مفصول إلى ثورة تموز 58. ثورة تموز 58 أعادوني بوظيفة مدير تعليم ابتدائي، وانفصلت 5 سنوات وتوقيف دام سنة كاملة. هاي نرجع لها، هاي صفحة ثانية. هاي. بس صرت نقيب معلمين. نعم. يعني خلفا لفيصل السامع. صحيح. اللي صار وزير. تمام. انتخاب بالانتخاب صرت نقيب. انتخاب انتخاب دعي المؤتمر بصورة استثنائية لأنه مدة النقيب سنة، فلما هو استوزر وشغر المنصب وراء 4-5 أشهر فأصبح المنصب شاغر، وبموجب القانون أنه إذا شغر منصب النقيب لأي سبب من الأسباب فيدعى المؤتمر بصورة استثنائية لانتخاب نقيب جديد. فصار مؤتمر، من نافسك؟ ما حد نافس. بالتزكية فزت؟ مو تزكية بس الانتخاب الاجتماع أخذ حسب الأصول، وتم التصويت بالتصويت تحريري بصورة سرية. كم حصلت من الأصوات؟ حصلت تقريبا إجماع الحاضرين هذا حوالي 10. شنو 10؟ 10 معارضين أو بيضاء. هم من الأصل العدد شقد؟ من مجموعة 300 وشوي 320-325 هاي مجموعة حاضرين نقابة المعلمين. وبعدين لما انتهت المدة جدد الانتخاب، كان المنافس لي الدكتور الله يرحمه الدكتور محمد ناصر. محمد ناصر وانت فزت بفرق شقد؟ والله ما أذكر العدد بالعفو، بس نسبة مئوية كانت يعني 55%. 55 هو 45، أما العدد ما نقابة المعلمين بوقتها قدمتوا أنتوا كاتبين قدمتوا إنجازات المعلمين، قدمتوا يمكن طيتهم أراضي 1000 قطعة أرض مو؟ هاي 1000 قطعة هاي وحدة هاي واحدة من الإنجازات. 350 بالداودي. داودي. و650 بالرصافة. بالرصافة. من ساحة الموال. الآن بشرف فلسطين. الموال إلى تقريبا حي المهندسين اللي يروح إلى ملعب الشعب. هي معروف. إيه. هاي كلها وزعتوها 650 قطعة. كلها بس. بس 600 متر. 600 متر. وذي شهر 600 المتر 150 إلى 250 فلس اللي بالرصافة 150 فلس، والبداودي بربع دينار. ربع دينار. وقسم بعض الأراضي أكثر من 600 يعني الخريطة رمض قسمها 700 750
أكثر من 60. زين نقيب المعلمين اللي هو حضرتك حصلت؟ لا. ليش؟ وما عندي بيت ولا زوجتي أدبيت وأبا أدبيت وهي هم مدرسة. وهي ما حصلت وحصلت؟ ما حصلت. ليش؟ كان عنده بيت مستأجري بدل. خلي يسمعون، أنا أريد هذا الجيل يسمعون. نقيب المعلمين اللي هو أنتوا خليت الضوابط. إيه. أنا خليت الضوابط وخليت هذا الضابط الضابط اللي يحرمك. اللي يحرمك. إيه. ومنادب عليه وهو أنه الشرط كان العام أنه يكون يملك بيت له لو زوجته، هذا الشرط العام. أنا إيش أضافت إلى أنه حتى ولو كان مستأجر من الأوقاف وبدأ باقي من الإيجار أكثر من 10 سنوات، أنا كنت مالي بيت، ما أخذ بيت مساطح أنت؟ بيت مساطح وباقي من البيت 20 سنة إيجار. بس هذا مو ملكك؟ مو ملكي. يعني ها أنت هذا الشرط ضفته حتى ينطبق عليه؟ أنا حطيته حتى ينطبق عليه؟ أي. حتى ما تأخذ؟ قالوا لي لويش؟ مش مو حنبلية هواي هاي؟ حتى أحرم روح. قلت حتى يأخذ معلم يستحق. أنا بدال 20 سنة أنا ما ضامن، يعني 20 سنة الله كريم ما أريده. أنا بعد 20 سنة. زوجتك ما عندها؟ يعني زوجتي فلا أخذ أنا ولا زوجتي، فما أخذ لا ولا هذا الشرط خليته أنت إضافي؟ أنا خليته هو ما موجود لا مال الدقابة مال المعلمين ولا بالدقابات الأخرى. أصلا أكو معلمين أساتذة وبعضهم صاروا وزراء ما أخذ هو وزوجته ومشترك بجمعية أخرى مال اقتصاديين مال مدري شنو كذا. بس للأمانة هذا مو حنبلية زايدة من حضرتك؟ نعم. شوية حنبلي أنت؟ والله ما أدري، يعني ما أسف عليه إلى الآن. يعني فعلا يعني هذا البيت الحالي اللي يعني البيت اللي شارع فلسطين مو هذا بيتي ملكي، هذا أنا مشتري ورما انفصلت وطلعت واشتغلت قطاع خاص، صار عندي كم فلس اشتريته المتر بدينارين وربع اللي هذا بشارع فلسطين. هذا بشارع فلسطين وبديتها مرة سنة، يعني هم كونت فد شيء أبدي فيه وكملته وأني مديون عليه، يعني وظليت أسدد به حوالي 3 سنوات 4 سنوات سددت. نقابة المعلمين كان صوتها مسموع عند الدولة؟ إيه كان له صوت مدفوع جدا، وكثير من المسائل نفذتها الحكومة، مثلا زيادة أجور المحاضرات. مثلا كانت أجرة المحاضرة المعلم الابتدائية 150 فلس، رفعناها إلى 40 دينار. وذاك الوقت طبعا 100 فلس طبعا لها قيمة طبعا، والمتوسطة 3 سنوات الأولى كانت 40 دينار، سويناها 350 فلس. زين مبلغ. والإعدادية يعني رابع وخامس سنة ثانوية سنتين كانت 350 فلس، سويها نص دينار. كل زين نص دينار، هذا قبل الإجازات نص دينار. إيه. يعني إذا يأخذ له 10 محاضرات 5 دنانير 5 دنانير. هذه وكذلك سلم الرواتب، مثلا كان معلم الابتدائية يوصل إلى راتبه 50 دينار، هذا أقصى بعد بيزيد بيت ما يترفع له، يبقى 20 سنة معلم ما يزيد، هذا وصل لحد الأقصى. شو سويته؟ سويناه 70. ممتاز. 20 دينار ذاك المبلغ ذاك. وبالسبعين صار 120. 120. وبال120 يمكن صار 150. عشان بالرواتب صار مفتوح. سوينا مثلا بالنسبة للمعلمات الحوامل كان أنا سوينا لها قبل الولادة مشان لها أي يوم استراحة،
وهي تأخذ يعني ثلاث أسابيع يعني قبل الولادة وبعد الولادة ثلاث أسابيع تستمر وتقدر تأخذ إجازة أمومة يعني تأخذ يعني تبقى على الملاك بس تأخذ نص راتب أو بلا راتب. عندنا محطات أخرى نكملها بجزء ثاني من الحلقة الثانية. مشاهدي الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الأستاذ نجيب محيي. مرحبا بكم، ما زلنا متواصلين معكم ومع ضيفنا الأستاذ نجيب محيي. أستاذ نجيب، بثلاثة وستين ثمانية أشباط جاء البعثيون إلى السلطة وأسقط عبد الكريم قاسم وأعدم، وين كنت بذيك اللحظة؟ أنا أول شيء بالحقيقة قبل يعني ينقلوني من وظيفة مدير التعليم الابتدائي إلى الإشراف التربوي في الرصافة كمفتش، هو في الحقيقة تفتيش بس غير اسمه سموه الإشراف التربوي، مفتش في تربية الرصافة بالصرافية، بيتك بالصرافية، بيت بخان بالصرافية، هذا البساطة كنت لازال هناك، ودائرة التربية قريبة من أعظمية تقريبا أقرب بعض هاي كان حجب قبل الكسرة، يعني أروح ماشي بين بيتي والدائرة، فداومت الحقيقة يعني أربع خمس أيام بعد ثمانية شباط وراء ثمانية شباط صارت يوم جمعة إيه، يمكن يوم الأربعاء وأنا ماشي راجع للبيت يعني ويا نهاية الدوام ما أشوف إلا اثنين حرس القومي سيناجون علي فلان أستاذ أوقف قف شالي درجة أوقف أوقف جنب الجسر بالضبط كان مركز شرطة هم هناك إيه، تفضل ويا هذا المركز الشرطة مركز الشرطة قال له ما هذا موقوف قالوا له موقوف اي هذا موقوف هم موظفين بالمديرية بالتربية اعرفهم اعرفهم تذكر اسمهم فسلموني الى الشرطة تذكر اسمهم واحد منهم اذكر الاخ معهم ما يقدروا اي فورا حوالي ساعتين ثلاثة دخلوني الى مركز اخر نادي التجار بالوزيرية من هم إلى وراء أربع خمس ساعات دخلوني إلى محل موقف آخر النادي العظمية قاعة كبيرة وبيها يمكن بيت واحد فكوا الباب وهي دفعة هذه ساحة عنتر يمكن ساحة عنتر وقيت حوالي هم ثلاثة أيام هم جاء واحد صاح احنا أربعة خمسة يلا البس هدومك امشي ويانا وين ما ادري تبين ودوني للامن احنا الاربعه من العامه ايه من العامه احدهم كان استاذ بالكليه الطبيه دكتور مهدي مرتضى واحد معلم ابتدائيه اثنين ما اعرفهم بقينا الى نص الليل ورا نص الليل همسه صح هنا يلا امشوا خلونا سيارة وين هم ما ندري لمغرب يوزعونا على القاعات بدون حكم بدون كل شيء محكمة لا 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 أمور أمور إيه من الدكاترة لا يوقف شو هذا عامر المعتقد من كيف قال انت هم وياهم ما يعرفني ولا بعد انت ابويا يعني ويا الدكاتره الدكاتره هم شنو مو بس الاطباء هم انا كل من دكتور اخذ دكتوره هم انا انخبطوا وياهم وين ذولا ودوهم؟ قاعه خاصه من قاعه يعني هاي فالتميز تبين يعني شنو التميز؟ قاعه احنا حوالي 50 واحد بس القاعات الأخرى 150 وفوق
وشنو التهمة؟ ماكو ما تدري. الأمر المعتقد نائب ضابط أمر المعتقد يعني عدد الموقفين لا يقل عن 1000 لأنه كم قاعة يتك بها 200-250 هو ما يدري لما نسأل يقول والله ما شكرا. بقيت على الحال بقيت والله إلى 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 شهر مايس أذار ونيسان منتصف مايس نقلونا إلى محل ما طولها عليك يعني يعني نقلوني إلى أكثر من 10 مواقف حالوك محكمة ولا لا؟ ما حالوني أخي هاي كلها بلا سؤال ولا جواب كلها شهر قسم 10 أيام آخر شيء وصفه بك الوقت آخر شيء صوره سموه معتقل ورا السدة ورا السدة ورا السدة ورا 18 تشرين جاء حاكم حاكم ويا أوابي ورا ما راحوا الباعثين جاب سلام عارف هاي راحوا الباعثين جاك فؤاد التكرني مو جاني فؤاد التكرني هذا مثقف كاتب قصة معروف إيه ففؤاد التكرني هذا يعني فتح الأضبارة مالتي إيه أحكي لي يعني معناها بقيت أنت من شباط إلى 20 ثاني ورا ما راح ورا ما راح فترة أي ورا ما راح صادف هذا 1 رمضان يعني من رمضان مو 14 يعني هلا قول 20 رمضان إلى 1 رمضان هم سنة سنة هجرية همين سنة هجرية الدقيق همين جاء واحد بامور مركز منو نجيب واحد دينام لو غرضك وطلع وين هاي اطلع خسره ورا ما شافك فؤاد ورا ما شافني فؤاد بشهر تخيل فؤاد حقق وياك حققي حقق شنو القضية ليش جاي بيك حجيت لهاي داويج قال هاي هي هاي, هاي. قال ماكو شاهد عليك انت مسوي شي قلت والله يعني لا سألني على نشاط النقابي نشاط الحزبي أبدا طبعا لقيت نفسك مفصول من الوظيفة مو؟ إيه مفصول كذا كل هاي موجودة وما رجعك عبد السلام يعني نظام عبد السلام عارف؟ لا برجع. ما رجعوك؟ أيوة إيش قد بقيت مفصول؟ 5 سنوات يعني رجعت بثمانية وستين معنا وما رجعت يعني ورا 5 سنوات في الحقيقة بعدين اشتغلت معمل مطاط قدمت طلب أنا ونظرا للتياب مدة فصي أرجو عادتي إلى الوظيفة إلى ممارسة المهنة للصحافة التي أعددت لها التي أعددت لها ما جاوبوني ما جاوبوني حتى هاي شو وقت ب68 ولا ما جاوبوني ب68 طيب هم مو رجعوا المفصولين السياسيين كلهم هم صدروا قرار كل المفصولين السياسيين رجعوا يعني أنا قدمت إيه؟ ما جاوبوا ما جاوبوا ومن قالوا إعادة المفصول أنا هم بحاولت الحقيقة ما رجعت أنت ما رجعت لأنه بلشت بالمشروع الحقيقة ولو هو مو مالي وإنما أنا مساهم كنت من أصغر المساهمين 10% أملك لكنه توليت الإدارة أنا مدير مفوض منتخب من قبل المتبولين يعني اللي يملك 50% يملك 40% يكون 30% كذا فتنازل على حوالي 10 تقريبا أنا أملك 10% أخويا يملك 5% كان إذن من بعد 8 شباط إلى الآن متع يعني ما رجعت الوقت ثابت طيب كامل تشادرت اعتقل؟ لا بعد 63 ما اعتقل أبد بس مقب بيته مراقب ما يطلع ولا أحد يزوره ولا واحد مر بيه ولا واحد مر بيه يعني قسم توقفه مدة بسيطة وأطلق سراحهم مثلا هديب يعني أوقف يمكن ساعات بعدين أطلق سراحه قسم أيام
والتخسيرات. زين بعد 68 من اجوا بعثي مره ثانيه للسلطه، شلون كانت علاقتك بهم؟ طيبه زين اعتياديه ويا محمد حديد او ويا شادرشي او ويا هديب علاقات. لا علاقتك مع النظام؟ ما لي اتصال وياهم ابدا. تحارشوا بيك؟ والله كان عصام يجيني. عصام عبد علي؟ عصام عبد علي اللي صار وزير التعليم العالي. اي وزير التعليم العالي. محمد جميل شلش، ذولا من تلاميذي كان يزورون وكان يدعوني. الحقيقة أنا أخذت موقف سلبي ومقاطعة. أنا مثلا سووا مناسبات تكريمية للنقباء السابقين، نقباء المعلمين، يجون للبيت يوجهوا للدعوة، أعتذر أقول لهم ما أقدر أجي. يعني أي مناسبة أي ملح بس يعني تواصل شخصي استمرت ويا الناس اللي أعرف. يعني ما دزوا عليك أي جهة أمنية؟ أبد طيلة المدة ما اتصلوا بي لا خيرا ولا شرا. طبعا كامل تشادرشي بال 68 توفى. توفى بشباط 68. 68 يعني قبل مجيء البعثي للسلطة الثانية. اي قبل حتى حضر الحفلة التأبينية يمكن كان طاهر يحيى. طاهر يحيى رئيس وزراء. رئيس وزراء. حضر الفاتحة. حضر الفاتحة طاهر يحيى رئيس وزراء. اي حضروا ناجي طالب. لا ناجي طالب مو بعثي بس كان من الحضور يعني. اي فأنا أحب أقول لك بالنسبة لشركة البطاط هاي العراقية انتخبت أنا مدير مفوض. مدير مفوض. وصار يتجدد الانتخاب كل سنة 37 سنة عدا ولا أقدر. مدير أنت مدير مفوض. أنا مدير مفوض يتجدد. يبقى شو تسوي بالوظيفة يا أستاذ نجيب؟ أنت مدير مفوض. فلذلك يعني أنا قدمت استقالتي بنهاية 31/12/2002. ما شاء الله 37 سنة. هاي المدة اللي قضيتها طبعا كرموني وهذا. بس اكو واقعة من كنت مدير تدريس التعليم الابتدائي. ايه؟ اختك مقدمة طلب. ايه؟ كانت ويا امها بالبعبوبة. ايه؟ وتوفت امها فقدم الطلب في تنقل بغداد استثناء من الشروط. نعم. وانت رفضت مو؟ انا ما رفضت. الحقيقة أنا عندي فتشي بديل إذا تشوفه. أنا جاري طلب حسب الأصول يقدم المدير التربية. مدير التربية حول الوزارة. الوزارة حيلة إلي. أنا قلت أنه سبق أن وضعنا شروط، من هاي الشروط عدم إجراء التنقلات بعد امتحانات نص السنة. أنت من كتبت على الطلب تعرف الطلب لأختك؟ إي تعرف لأختك؟ إي أعرف. فعد إحنا ملزمين بتنفيذ هذه الشروط. شنو هي الشروط مثلا؟ أنه لا يجوز، الشروط موجودة، الشرط أنه إيقاف، لا يجوز إجراء تنقلات بين المعلمات والمعلمين خلال النصف الثاني من السنة الدراسية. يعني بعد امتحانات نص السنة اللي يريد نقل ما عليه يضرب طلب. كان المفروض يقدم من البداية حتى نشوف وين شواغرنا وين حاجاتنا وين ما محتاج. فرفعت الطلب إلى المدير العام. المدير العام هم بين نصل إلى وزير التعليم إلى وزير المعارف للإطلاع. من الوزير كان؟ كان الله يرحمه محي الدين عبد الحميد. أخصى عبد السلام عارف صار تعديل وزاري. أنت تتحدث مو بالخمسينات هذا الكلام؟ لا هذه وراء الثورة. وراء الثورة. وراء 58؟ إيه وراء 58. إيه وراء الثورة أنا مدير تعليم ابتدائي. إيه ف أجلت إلى الطلبات. وكان وزير إسماعيل عارف؟ لا كان محي الدين عبد الحميد. إسماعيل عارف قبل لو بعده؟ بعده. بعده؟ لا قبل إسماعيل عارف. إيه. وكان
فصالح ديب وزير معارف بالوكالة. بالوكالة. وهو اللي أعادني للوظيفة. هو عادي. هو اللي أعادني. فلذلك ما صارت. أنت أردت تعتزل بعد 3 أشهر تخلص السنة. ما وافقت عليه خلاص. شو قد كان عندك إحصائية عن عدد المدارس بزمن عبد الكريم قاسم بالخمسينات بالعراق؟ والله تمنيت وجاء على بالي قد تسأل هالسؤال، بس الإحصائيات اللي عندي ببغداد، بس أنا ناوي أول روح لبغداد أجيبها وأشوف الكيان تقريبية بدون مبالغة. خلال سنتين فتح من المدارس الابتدائية ما يعادل نصف عدد المدارس الموجودة بالعهد الملكي قبل ثورة تموز في الموصل. يعني ما فتح من مدارس ابتدائية في عهد عبد الكريم قاسم يساوي نصف المدارس من تأسيس الدولة العراقية بال 21 إلى 58. هيك تقول مو؟ يعني هذا ما حصل. وتوزعت على كل مناطق العراق دون كل مناطق العراق. الحاجة الدرجة الأولى في عدد المدارس هو الموصل. الموصل كان يعني في إحدى السنة الأولى العدد أقل، في السنة الثانية أكو استعداد صار عدد أكثر. في السنة الثانية 90 مدرسة في لواء الموصل فقط. 90 واحدة. خلال إيش قد انبنت؟ خلال فترة حكم عبد الكريم قاسم؟ لو خلال خلال سنتين 90 مدرسة بس بالموصل. بالموصل. طابوق طبعا مو قصر. لا لا الموصل طبعا هي قراها ومعظم هذه القرى والأريا يعني اللي في المدينة محدودة، بس يعني بقول المدرسة يعني خلال 4-5 أشهر على تبني مدرسة يعني ما أقول لك كلها اسمنت ومسلح وكاشي وكذا، بس مدرسة معقولة بناية طابوق وجوص وساحة وحسب الأصول وتزقيف مثلا لو شيلوان وعقادة لو سقوف مدوان مثلا القرى ديالة والجنوب وهذا سقوف السقوف مثلا حصران وفوق قصب وطين صاف يعني صاف صحي بمعنى الكلمة 8 أمتار وفوق 10 متر شبابيش موجودة وتبرعات يعني هم مو كلها تمويل حكومي. أستاذ نجيب عندك فكرة عن عدد المعلمين في ذلك الوقت؟ لا والله، لكن أقول لك الحقيقة يعني ما لا يقل عن 6,000 معلم ابتدائي جديد عينوا حتى صار في نفس أول سنة تموز احتفال من قبل مكتب التربية الدولي بمناسبة يوم الثورة الفرنسية 14 تموز. فالعراق اشترك بي وأنا كنت عضو بالوفد اللي اشترك، وكان الموضوع اللي أيضا يناقش تعليم الابتدائي، ولذلك أنا كنت ضمن الوفد. فقدمت معلومات عن إنجازات وزارة التربية في مجال وذكرت هالأرقام. فهذه الأسئلة كان موجهة شلون استطعتوا تبنون هذا العدد من المدارس وتهيئ هذا العدد من المعلمين؟ فكان جوابي أنه بالنسبة للمدارس أكثر تمويلها، وكان السؤال هل أكو إمكانيات عند الحكومة اللي تمول بناء الأبنية المدرسية اللازم لهذا العدد؟ قلت لهم حقيقة أكثر أو كثير إن لم يكن أكثر المدارس اللي بنيت، لكن هو مو من التمويل الحكومي وإنما تبرعات من الأهلين بمختلف مواد البناء. هاي واحدة. أما بالنسبة لعدد المعلمين فجميع خريجي دور المعلمين والمعلمات، وتوسعنا بالتعليم الابتدائي للبنات أيضا، فجميع الخريجين
كلهم عينوا وعددهم كذا ألف. بعدين ظلينا بحاجة، فتحنا دورات تربوية خاصة مدتها سنة لكل خريجي ثانوية اللي ما قبل بكلية، دورة تربوية. صار معلم جامعي. صار معلم. وسوينا دورة تربوية خاصة للراسبين صف الخامس ثانوي ومكملوا دورة تربوية خاصة مدتها سنتين، فهي أنا معلمين اللي ما بعد سنتين هبينا هذه وما اكتفينا، فتحنا دورات تربوية لرجال الدين واللغة العربية في النجف والكاظمية والعظمية وأربيل. قبلنا به مخرجين ثانوي، بدأ به رجال الدين اللي يريد يصير معلم ابتدائية يدرس لغة عربية ودين. فقبلنا كذا ألف من ذولا رجال الدين. وخلال ما توقفت سنة شيعة نجف كاظمية عظمية أربيل، فتعينا وكذا حوالي يمكن حوالي 2000 معلم معلمين من هاي المدن، تعينا معلمين فسدينا الحاجة للمعلم، وإلا أعضاء المؤتمر كلهم قاموا صاروا يصفون وغيرها من إنجازات. مثلا الأعداد التلاميذ زادت بشكل مذهل. جاد مكان والله ما أذكر، أجيب لك الأحصائيات في اليوم رسمية. من جملة التسهيلات أنه قبل كان ما يقبلون تلميذ يخش يسجل اسمه صف الأول ابتدائي إذا أبو دفتر نفوس. صح. دفتر نفوس كان هذا طويل. دفتر نفوس هوية. احنا أصدرنا أمر قلنا أنه يقبل كل من يتقدم إلى الدراسة الابتدائية، قلت له بلي يكون أجنبي وده يدرس مدارسه ومناهجنا لوش نصده. فقبلنا ونطي مدة اللي ولي الأمر خلال السنة الدراسية يقدم لنا دفتر النفوس ماله ويقبل. شو المهم التأكد من الأمر وتقدره لجنة من المعلمين أنه بلغ السادسة من العمر أم لا. هذا هو. شكال كان راتب المعلم؟ والله بوقتها كان الحد الأدنى 10 دنانير زائد غلاء المعيشة يمكن كان 6 دنانير أو 8 دنانير، يعني معلم الابتدائية 18 دينار. ذاك الوقت كبير. معلم المتوسطة يأخذ 18 زائد 9 دنانير غلاء معيشة يصير 27، وللمتزوج دينار واحد زيادة، ولكل طفل زيادة إلى حد 4 أولاد. كان أكو معلمين متخرجين وقاعدين ما متعينين؟ لا أبدا. متخرج تعين رأس يعني ابن العهد الملك، يعني هذا مو اللي هي وما يريد. لا ما يجي واحد طبعا هو ما يريد يصير معلم موضوع آخر، مرة التخرج موضوع آخر يطالبوا بالكفالة. مستوى التعليم بالعراق معايير اليونسيف شلون كان؟ أتكلم لك بس أقول لك نص تقارير دولية أنا قاري، وآخر تقرير قريته تقرير صادر من وزارة التخطيط العراقية 2012 عند 2012 لا 2008 لكن ما قدروا يصدروا إلا ب 2012. فكتاب ضخم عن التنمية البشرية في العراق، ساهموا به حوالي 45 خبير أجنبي من مختلف المناطق. خلاصة شو تقول؟ خلاصة عن التعليم ودوره، عنده نظام التعليم في العراق تطور وبلغ في عام 1980 أنه هو بالنسبة تصنيفه لمستويات التعليم في منطقة الشرق الأوسط دول الشرق الأوسط أفضل نظام تعليمي بالشرق الأوسط، وكانت تقبل شهادات
هاي أي سنة؟ لأي سنة هذا الكلام؟ هذا التقييم عن حالة التنمية البشرية في 2008. عرف 2008 كان احتلال ووضع متردي، بس هذا التقييم يا فترة يشمل؟ يشتغل ما قبل 2003. أي هو ما قبل 2003 طبعا، لذلك يشير إلى 2080 أقول 1980 هو كان أفضل نظام تعليمي في الشرق الأوسط. صح صح، وأنا وأفضل نظام صحي كان أيضا، وأفضل نظام محول أمية، ويشير إلى اعترافات الدول الأجنبية بشهادات بالكليات العراقية وسحب اعترافاتها بعد عام 1980. بعد سحب اعترافات. أستاذ نجيب محي الدين، وأنت تتخطى العام 95 من عمرك المديد، ذاكرتك شخية وتجربتك طويلة. هذا ما بقى في الذاكرة الغزيرة. لا بالعكس، ذاكرة شخية، وكل شيء قلته هو درس، كل شيء استذكرته هو عبرة للي يريد يعتبر من السياسيين ومن اللي يريدون يطورون حياة البلد ينهضون به. أنا أشكرك جدا على هذه الشهادة، وأتمنى لك عمر مديد إن شاء الله وصحة دائمة، وأتمنى أن أشوف مذكراتك اللي أنت ترفض تكتبها، يعني هذا الخزين من الأحداث، هذا المستودع من الأسرار، أتمنى يتحول يعني إلى ذكرى. ما شيء سري ولا أنا لا لا، هو هذا ما يعرفه طبعا بالنسبة للآخرين سر، ولا أنا من يلهثون وراء الأسرار. لا لا، هو هذا اللي قلته، بس حقائق مجردة قدمتها لكم بناء على أسئلتكم. تسلم، شكرا لك أستاذ نجيب، إن شاء الله نتمنى لك عمر مديد وصحة دائمة، وأرجو أن تكون لي يعني هاي المشاركة في القدر ولو بسيط مساهمت أهداف مشروعك إن شاء الله طيبة نبيلة. شكرا لك عموما المشاهدين الكرام، شكرا لإصغائكم، نلتقيكم في شهادات أخرى مع ضيوف آخرين يدلون بشهاداتهم للتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله.